هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام ينطلق جوطنا العاشر المخصص لانطلاقة الابكار. في هذه اللحظات تابعنا الشوط الماضي ذهب من نصيب الشهم مطر بن علي بن مكتوم الينيبي، سجل 4 دقائق 34 ثانية. هذا الشوط العاشر مخصصا للابكار وهو يختم سباق هذا اليوم شوط الختام. نشكر اللجان المنظمين لهذا السباق والمشاركين والمتابعين على حسن التنظيم والمشاركة والمتابعة في هذا اليوم. نذهب للمركز الأول كي نتابع المقدمة الداودية، هلال بن حمد بن حمود الينيبي الذي قدم هذا الاسم، بينما المركز الثاني يتابع الغدوم في هذه اللحظات من قبل غند نديلة بن سالم بن نايع النعيمي. المركز الثالث نتابع المدينة محمد بن ديب بن محمد بن خيرة المحرمي. والمركز الرابع أشوف الداودية هلال بن حمد بن حمود الينيبي. والمركز الخامس هناك الغدوم في هذا الأداء وهذا التحدي من قبل شواهين محمد بن حمود بن ربيع بن مطار الاكتبي. المركز السادس هناك في هذه اللحظات شقرة نهيان بن محمد بن ورع العفاري. نتابع المركز الأول الداودية على مقدمة الشوط هلال بن حمد بن حمود الإنهيبي الذي قدم هذا الاسم في هذه اللحظات مع هذا الأداء الممتاز. نتابع إذن العروض ونتابع العرض الجميل في هذا التواصل في هذه اللحظات. المركز الثاني أجد الوصول والقدوم من قبل المدينة محمد بن الذيب بن محمد بن خيرة المحرمي. المركز الثالث هناك الوصول في هذه اللحظات من قبل شواهين محمد بن حمود بن ربيع الكتبي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الذي يحمل الإثارة. نتابع المركز الأول الداودية هنا هلال بن حمد بن حمود الينيبي الذي قدم هذا الاسم في هذا الانطلاق وهذا التواجد الرائع. نتابع هذه اللحظات، نتابع هذا الأداء، نتابع هذا التقدم. المركز الثاني المدينة محمد بن الذيب المحرمي. والمركز الثالث شواهين محمد بن حمود بن ربيع الكتبي. هنا نتابع هذه اللحظات، الأمتار القادمة وما تحمل من جديد في هذه المشاركة المتميزة. ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض وعلى هذا الأداء في هذه اللحظات هنا في هذا الانطلاق والأداء المتميز. على المركز الأول المدينة، المدينة، المدينة انطلقت هنا انطلاقة الفوز، انطلاقة الانتصار. على المركز الأول في هذه اللحظات نتابع هذه المشاركة في هذه اللحظة. ما شاء الله تبارك الله على المقدمة والصدارة. على المركز الأول على البداية هنا المدينة محمد بن الذيب بن محمد بن خيل المحرمي. ومشكور يا ذياب المالكي على المتابعة بهذا الأداء الممتاز. هذه لحظات الوصول لخط النهاية محمد بن الذيب بن محمد بن خيل المحرمي مع المدينة.
مركز ثاني يذهب إلى داودية هلال بن حمد بن حمود الينيبي، الثالث شواهين محمد بن حمود بن ربيع بن مطار الكتبي، المركز الرابع رقم أربعة حرير عوض بن أخوية بن العامري، والخامس رقم 11 ثقة لسيف بن علي سيف الخاطري، السادس رقم سبعة يذهب إلى ظن عبد العزيز بن عبد الله بن حميد الدرعي. التوقيت 4 دقائق 37 ثانية.